كائن جديد، كائن جديد اتضاف لقائمة الكائنات اللي اكلتها في حياتي، بس الناس كلها طلبها. المميز في المكان هنا ان البقية بتعمل لك مخصوص، تلاقي زحمة كبيرة جدا وكل انواع الاكل اللي انت ممكن تتخيل، في الاكل الحرام والاكل الحلال. حاول تقول جملة واحدة بالمصري كاملة. اول مرة اشوف. ايوه، اول مرة اشوف. اول ما عدي على مطار القاهرة يتوقف الدايت. كل ما تحطها في الشوكولاتة اندم. حوالينا يمين وشمال اماكن الاكل زي كده، الحاجات دي وهنا الحاجات دي، ولكن الحاجات دي اغلبها سيئة جدا. ده الناس اللي بتفهم، ده التيست، لكن ده تيست وطعم وحجم وكل حاجة. صباح الخير ويوم جديد في برشلونة، في واحد من اكتر الفيديوهات المحببة الى قلبي والى قلب الكثير منكم، وهو فيديو الاكلات الشعبية. في اي بلد بنروحها مننا في برشلونة، مدينة ساحلية، مدينة جميلة ولذيذة، والاجواء مشمسة وحلوة، والشجر ورانا في كل حتة. فخلونا نبدأ فيديو الاكلات الشعبية البرشلونية. وزي ما كان معنا في الفيديو اللي فات بالقاسم، مرحبا بكم من جديد في برشلونة. خلينا اليوم نأكل اكل برشلوني كاتالاني بامتياز. مرشدنا في هذه المدينة هياخدنا على اماكن، يعني فين كده، اماكن اللي بيروحها اهل المدينة. الفطار هنا في برشلونه فطار بسيط جدا، في كذا اختيار. ممكن تجيب زي العيش الفينو جواه جبنه، او تاكل حاجه اسمها تورتيه دي باتاتا، وهي زي بيض الاومليت بس بيبقى تخين جدا ومعاه بطاطس، يعني بطاطس مفرومه جوه مخلوطه بالبيض، ويطلع لك كده زي الفطيره، وانت بتاخد قطعه واحده بس. يكون عندك بار صغير كده وفي تراس بره تقعد تاكل بره. تطلع بره تلاقي بالقاسم. مرحبا بيك. اهلا وسهلا. حياة في كاتالونيا كوميدا، مكان كده ايه في وسط الشارع، حاجه غير معروف. Es limón deshidratado, lo veis así, pero por qué. Sí, claro. ده المشروب الاصلي ده. هذا مي مي برك سنندم مي. قالت لي ايه عشان حسيتها فخوره وهي لا، قالت لي انه لما تشوف الليمون ما تفكر انه ليمون قديم، ولكن هذا ليمون مجفف. قلت لها كلارو، وهذا نضربه المية. كلارو يعني كلير، ما معروف. كلارو معناها ما عاها. المية مجانية يا صاح؟ بالأموال، هذه غالية لأنه سجاج. مكتوب عليها فولكانيك ووتر. معناها غالية. معناها غالية كثير. أول مرة مكان في برشلونة ما يديرش قهوة، لأنه الماشين باظت عليهم. كويس كويس تتكلم مصري. لا أنت ضايع في المصري. حاول تقول جملة واحدة بالمصري كاملة. أول مرة أشوف. أيوه. أول مرة أشوف مقهى بازت له الماكينة تاع الكافيه. يعني تقول أول مرة أشوف قهوة ما فيهاش قهوة. طبعاً جاية سخنة جداً، وبيجي معاها عيش عليه عصير الطماطم وحاطين عليه زيت زيتون، وهي دي شكلها. ده كده بيض بالبطاطس ومعمول زي الاومليت اللي احنا متعودين عليه، ودي الكلاسيكو اللي هي الكلاسيك من غير اي اضافات تانية. تورتيه دي باتاتا. بسم الله. رهيبه. جميله جميله. حسنا عليها ارنبيط. حط عليها حاجه تانية ولا هي بس كده؟ والله ما اعرف، تسالوها لازم. هم يديروا واحد الصوص هكا. طبعا هي يعني تعتبر وجبه متكامله، كانك بتاكل اومليت ومعاه بطاطس مهروسه والخبز بالطماطم. احط لك دي. خد يلا حبيبي. دينو. فيها بصل في المقلي. واو. كراماليزد اونيون. حبيبي. والله انا ذقت التورتيه قويه. احنا فين كده طيب؟ احنا الان في شارع الرافال، في الشارع اللي يتواجدوا فيه السكان الاصليين ميكسد مع المهاجرين، ولكن مكان قوي ما فيه سياح كثير، لانه تلقى فيه الاكل جيد. ليش؟ لانه السكان الاصليين اذا ما اعطيتهمش اكله جيده ما راح يجوا على المكان تاعك، لهذا لازم عليهم يديروا شيء جميل باش الناس تاكل. طبعا ده مكان كاتالاني ولا كاتالوني بامتياز. بصل مكرمل، بطاطا، بيض،
بسيطة وجميلة. تورتيه دي بطاطا كلاسيكا بخمسة ونص يورو. دلوقتي هنطلع على واحد من أشهر الأماكن هنا اسمه لابوكيريا ماركت، وهو زي سوق كده مشهور بأكلات السمك، وفي محلات كتير جدا حوالين بعض ممكن تدخل جوه تقعد اليوم كله جوه عادي جدا. بما إننا في أول الفيديو فدونا لايك واشترك في القناة وشغلوا جرس التنبيهات وننطلق على لابوكيريا ماركت. رجعنا على واحد من أشهر الشوارع في برشلونة وهو لاس رامبلاس علشان قبل ما نروح على البوكيريا نكمل الفطار. فاللي قدامنا ده فرن بس هو يعني شكله مختلف شويه، عشان احنا ممكن نفطر تورتيه دي بطاطس زي ما فطرنا او العيش الفينو اللي جواه جبنه او نفطر حاجه حلوه. ففي حاجه مشهوره اسمها شكشو او سوكسو، هنكتشف اسمها ايه. ومكتوب هنا ان المكان من سنه 1820 ما شاء الله. اسكريبا اهو اسمه، اسكريبا باتيسيريا. شايف انا بجيبك في اماكن عامله ازاي؟ شايف قول لهم الصاحب اللي انا اللي جبتك. اي سوكسو دي كريما هي دي. مكان طبعا دافئ وفي قمه الشياكه. شوف هذا يدير في الكريمه كاتالانا. شوف صور كيف يحرقوا السكر تاع الكريمه كاتالانا. ده كريم برولي. اي اتس نوت ذا سيم. يا اتس ديفرينت انجريدينتس. واز ذا نيم دي؟ ذيس از كريما كاتالانا. احنا دلوقتي جبنا حاجه اسمها تشوتشو، سكر وزون بس من غير اللفه بتاعته، عليها سكر من بره وجواها كاسترد من جوه وحلو. هنا في مدينه برشلونه اذا جيت ولا مره لازم تطلب كابتشينو. ليش؟ لانه هنا عندهم كافي كوليتشي، جيك ارخص سعر ولكن نفسها نفس الكابتشينو. اذا قلت له كابتشينو حيزيد لك الكاكاو من فوق ويعطيه لك ويزيد لك 1 يورو. سيوب القاسم جاب كوفي كوليتشي وانا جبت كورتادو. مليانة كاستر من جوه. دي اسمها تشوتشو. حلوة بس مسكرة قوي. محتاجة بعدها قهوة. فدي حلوة كاتالونية بامتياز. شوشو. رهيبة. طبعا لما حد بيجي يفطر هنا ما بيفطرش الفطارين، يعني احنا جربنا الاثنين عشان نكون جربنا كل حاجة، ولكن انت يا اما تاخد شوشو يا اما تورتيه دي بطاطا، وانا لو هاكل هاكل تورتيه دي بطاطا طبعا، هي تعتبر وجبه وفيها حاجات مفيده وصحيه، لكن الشوشو حلوه بس كلها سكر كثير. كريمه مثل الكريمه كاتالانا، والله كريمه قويه. خلينا نزيدوا للعب. الطعم خرافي، فيها الكريمه كثير ومسكره. ادلك انعاش. الله انعاش انعاش. عندنا دي حاجه تانية. انتعاش انتعاش. الشوشو ب 3.7 يورو، والكورتادو والقهوه هنا تعتبر غاليه شويه عشان احنا في مكان سياحي طبعا، ولكن الشوشو حلو جميل. وصلنا عند المكان التالي وهو لماركت بوكاريا. ده مكان بيفتح من 8 الصبح لغايه 8:30 بالليل. تيجي عنده كده تلاقي زحمه كبيره جدا وكل انواع الاكل اللي انت ممكن تتخيله. طبعا في الاكل الحرام والاكل الحلال. فاي حاجه سمكيه بحريه، مفيش حاجه اسمها سمكيه، اي حاجه بحريه تبقى حلال ان شاء الله. الحاجات دي الجيلاتينيه خلي بالكم منها علشان على الاغلب هتبقى خنزيريه. فواكه هنا طبعا مشهوره جدا، هتلاقي فواكه ممكن تشتريها كامله او اطباق صغيره تاخد كده زي سلطه فروت تشتريها وانت ماشي. مرحبا بكم في اجمل ماركت فواكه في العالم، انه يصنف من اروع واجمل، ولكن هو اوفر ريتد نقوله هنا، اوفر ريتد فوق اللازم، لانه الاسعار فيه خياليه. لا انصح بشراء الاشياء من الداخل، اسعار فلكيه. واحنا جايين ليه؟ لانه جايين احنا نوري للناس. للناس جايين لاننا سياح، نعطيهم نصائح. هنا بقى ممكن يتسرق عادي جدا. وانت ماشي بره هتلاقي ناس بتبيع السمك بالكيلو زي سوق السمك، او تيجي مكان زي ده كده تلاقي الناس بتقعد على ترابيزات على البار وتطلب وتاكل. اولا هولا مي اميجا. اشهر اكله في برشلونه كلها الباييا، تبقى طبق رز وعليها مسلز وعليها جمبري شويه سي فود مع الرز، يقعد يطبخها. وهنا بيدوها باحجام صغيره ممكن تطلبها لوحدها. يعني من الاخر هذا المكان ممكن تاكل فيه كل حاجه، ولكن الحاجه اللي انت جاي تاكلها وهي الـ مش بيبي اوكتوبس بقى، بيبي سكويد، اللي هو الكلماري الصغير او السبيط الصغير البيبي، بيطبخوه بالبيض. بس ده قال لي ده يعتبر فطار وخلص خلاص، عشان احنا عدينا مرحله الفطار، يعني عايزين ندور على حاجه تانية ناكلها. ممكن تاخد شيبس عليه صلصه، اسعاره تعتبر غاليه، ولكن مش هتلاقي مكان تاني مجمع كل الحاجات دي حواليك في مكان واحد. عايز تحدى، عايز تحلي، كله موجود. تعال نسال هنا بقى.
اجلس يا اخي. طيب احنا قعدنا وهنجرب اي حاجه. قدامنا كاليماري، قدامنا حاجات غريبه، الكائن الغريب ده مش عارف ده كائن ولا طريقه تسويه، بس الناس كلها طالباها. فاجاس كاليجاس بطاطا سبرات، ماشي. دي حاجه اسمها رازو كلام. فاجاس كاليجاس 6 وحدات ب 20 يورو. دي حاجه اسمها رازور كلام، يعني حاجه شبه ال تحسها كاليماري كده بس طالعه جوه حاجه. ايوه ده شكلها، اول مره في حياتي اشوفها، ولكن كل الناس اللي قاعده بتاكلها، احنا هناكلها زيهم. اخدها زي ما هي، رماها على الجريل، ما عملتش عليها اي حاجه. نفخس كاليجاس، ده اللي نفخ كاليجاس. هو جاب لنا الاكل كده قدامنا واحنا هننزله دلوقتي. نزله اديله انا اهو. هدوق معاك واحده بطاطا سبرافاس. جاب لك بطاطا سبرافاس. ايوه الحكمه في البرافاس هي يعني. البطاطا سبرافاس تحس ان هي شبه البطاطا الحاره اللبناني، ولكن الفرق ان المكعبات دي تتسلق الاول، يعني هو بيسووها الاول وبعد كده لما تطلبها يقليها لك ويحط عليها الصلصه اللي فوق دي اللي هي بتخليها مميزه. ده ناكلها بايدينا ولا بقنا ولا ايه؟ جوارح. هنجرب نشوف هي بتتشال ازاي. انا شايف ان هي تتاكل على بعضها على طول. صراحة مش عارف يتاكل ازاي. لو هناكلها بالشياكة هنعمل كده. بسم الله. كيلو حبيبي. طعم الصلصة اللي عليها والكرفس والخضرة وزيت زيتون رهيب. غريب. كاني ماسك صبيطه وباكلها كلها على بعضها. التيست بتاعها قوي جدا، تحس ان هي فيها طاقه. عيب الاكله دي الوحيد ان هي غاليه جدا، ان هي دي ب 20 يورو. الست وحدات من دول بثمن طبق فقير، ولكن كائن جديد، كائن جديد اتضاف لقائمه الكائنات اللي اكلتها في حياتي. وفايده العيش دي ان انت تجيب العيش كده وتنزل في الصوص بتاع الكافاخس نخيخة فريغس. بطاطا سبرافاس. اعطيني رايك في الصلصه. كل هذه كل هذه الله، لانه البطاطا سبرافاس الحكمه في الصلصه. الحكمه في الصلصه، الحكمه في خلطه مش مايونيز لكن جارليك مع شويه حار مع مايونيز طويله قويه وسبايسي. هو فيها اللي تجيب بيضاء عاديه، وان هي مسلوقه اصلا الاول مديها طعم مختلف عن البطاطا الحاره. هنسيب هذا السوق العظيم ونتحرك عشان نروح على مكان تاني واكله مختلفه وعاده مختلفه برضو بيعملوها هنا في الاكل في برشلونه. في الفيديو اللي فات لما ركبنا عربيه كان الموضوع صعب وزحمه، ولكن لما ركبنا تاكسي دلوقتي الموضوع اسهل بكتير، لان التاكسي ليه حاره خاصه بيه فبيمشي اسرع من العربيات العاديه، ويعني موضوع الزحمه ما بيأثرش عليه زي ما بيأثر على العربيات. جينا رايحنا عند بالقاسم شويه عشان ناخد اللاسيستا بتاعتنا، فاخدنا لاسيستا وننزل نكمل اكلتنا. بصوا هنا البلكونات عامله ازاي. بلكونه يعني شبرين صراحه، مش شبر واحد، فهي عماره قديمه شويه ولكن في منطقه حيويه. وانا صراحه بعد كميه المشي اللي احنا مشيناه حاسس ان كل حاجه قريبه، فهي البلد انت ممكن تلفها كلها على رجلك. اي نعم هتتعب جدا، بس عايز تتمشى بتحب المشي هتعرف تلفها كلها على رجلك وتعمل كل حاجه زي ما انت عايز. عايز تركب المترو اركب، عايز تركب الباص اركب. فاحنا هننزل دلوقتي ناخد الباص عشان نروح نجرب اعتقد اهم اكله او اشهر اكله، وهي البايا. البايا يقال ان هي جايه من كلمه البقايا. رايحين دلوقتي على شارع تاني اسمه رامبلس، بس مش لاس رامبلس، ده نو لرامبلس، عشان ناكل البايا. هي بتقول ده بالظبط. احنا عايزين المحطه الجايه ندوس. الجو رائع. هذه الجو هذا في برشلونه كل الفتره من اكتوبر نوفمبر ديسمبر. يعني ديسمبر ما بقاش برد هنا قوي؟ نو بسم الله. برد شوي. ايوه القوي هذا. نعم فالجو جميل، الجو جميل والشمس حلوه، حتت فيها شمس وحتت في الظل. هذا الشارع اسمه البارالل اللي معناه موازي للايه؟ للرمله. وهذا النودي الرمله.
ثلاث دقائق نوصل على المكان. المكان بقى اللي هنجرب فيه اكتر حاجات مشهوره عشان هو مكان حلو بيعمل كل الحاجات تقريبا، اسمه تاباس جويل في نود الرامبلاس، وهو ده المكان كده. من بره وسط الشارع تحس ان هو مكان يعني عادي جدا، ولكن تدخل جوه تلاقي بقى فيه ساحه. الله الله الله، جينا مكان هنا الزعيم جايب لك مصري، اشهر مصري في العالم. شو الاخبار؟ تحياتي لك. عامل ايه؟ ولا يهم عيونكم. نزدل له اكل قوي. ولا يهمك، بس انت كل شيء بدكم تاكلوا. بايا هو ونده تقباس، ما اعرف. ولا يهمك، انت اقعدوا على الطاولة. المكان من بره تحسه صغير كده، ولكن دخلنا من هناك ومشينا السلم وجينا هنا في ساحة، وهو في مكان اندور، واحنا قاعدين اصلا في المنور تقريبا. نقعد هنا علشان دنيا نور ونتصور ونتبسط، وانا جاي هنا عشان اكل بايا، اللي هي يقال ان اسمها جاية من كلمة البقايا، لان دي اكلة بسيطة كان يعملها الناس زمان من بواقي الاكل عندهم في البيت. فاحنا هنا في مكان ساحلي، فطبعا بيستخدموا الحاجات البحرية مع شوية رز ويعملها في الصينية ودي وكل، فسموها بقايا، وبالاسبانيولي بايا، وبالارجنتيني بايشا. اها، مكان اسمه جويل تاباس، عنده تاباس، عنده بايا، وعنده شوربه، وعنده سلطه. كلمه تاباس هي معناها زي سناكس، يعني بيبقى اطباق صغيره كده بين الاكلات، او لو انت مش جعان قوي تيجي تاكلها. ففي انواع تاباس كتير جدا، منها البطاطس براباس اللي احنا اكلناها مع الاكله الغريبه اللي انا اكلتها البحريه دي، انا مش فاكر اسمها اصلا، يعني محتاج اقراها عشان افتكر اسمها. اخذ لك شيء هنا اسمه تيراس دي بويو، مثل الدجاج نايس فرايزد ولكن كاتالاني. طيب تيراس دي بويو، على فكره المكان اللي احنا فيه هو مكان حلال، لانه الاونر تاع المكان فلسطيني. ايوه، وفاتح اكثر من 27 مطعم في برشلونه، كل مطعم اسبانيه، في مطاعم لحم ستيك هاوس، في اشياء، ولكن كل لحم حلال، لانه هو يدير البرودكشن تاع اللحم، هو اللي عنده جزار، ولحم تاعه حلال 100%. جميل، برو فلسطين. كفايه كلام ونطلب الاكل. ايه تيراس دي بويو، ايه كومو سي ياما استي كارني كي فيني بيكينيو سولوميديو ده سولوميديو سيلا. هذا كيف حالك؟ شكرا. ثانك يو. لا الراجل ده شكله جعان، رايح تستمتع معنا. البدايه بان كون توماتي، اول حاجه لازم تاكلها لما تدخل الى كاتالونيا او اسبانيا، الخبز مع زيت زيتون مع هذه افضل حاجه عندي، ولو انا داير دايت ولكن لازم اكل دي تشيكن. تيراس دي بويو، قطعات من الدجاج مع هذه الصلصة الخرافية. الله. أما السلومي واللحم هذا حكاية لن يفهمها إلا من جربها. قطع لحم كده ايه معمولة بصلصة الماء، ولكن في الآخر هو ده التاباس. ناخد التيراس دي بويو. رهيبة، الصوص طبعا طعمه رهيب، ولكن الفراخ هشة جدا، ومن بره كريسبي جدا، وليها طعم جميل، فكرتني بحاجات بقالي كتير ما كنتهاش. سولوميو ده ستيك، عامل زي الستيك. بحب انا الحاجات اللي بتشبع دي. انت جيت بايا كاملة ناكلها. بانكو توماتي، نو بان بان كون توماتي. بان اللي هي الصينيه، نو بان هو الخبز، كون بي خبز بي الطماطم، خبز بالطماطم. بان كون توماتي. نو ناكل احنا البان كون توماتي وهو يخلص السلوميه. الدجاج رائع، حتى طريقه قلي الدجاج خرافيه. ازيك نايس نستر دراغمان. المميز في المكان هنا ان البايا بتعمل لك مخصوص، قاعدين بقى لنا تقريبا اكتر من نص ساعه مستنيينها تطلع، ولكن جايه بيو بيو سخنه مولعه، ودي حاجه حلوه، انا احب الاكل سخن. يقول لك بقى ايه، قلب انت من بعيد تحسها مليانه رز، ولكن هي يا دوب حبه رز صغيرين. الرز لوحده طعم السي فود فيه قوي جدا، مفعم بالسي فود، هو عليه مسلز وعليه جمبري وعليه جندوفلي. يعني بالوان عادي. اوه
زي الميتي جي احمد بتاع تركيا، بس احنا اللي هنحط الرز جوه المسط. خش كده نضيف. واو جميل. بس هي بالنسبه لي طبعا ايه الرز، عارف احنا لما بنعمل رز سمك يكون الرز طعمه هو بالبصل ومحمر كده لوحده، طعم السمك لوحده. هنا هو تقريبا معمول بشوربه السمك، لان الرز طعمه سمك يعني طعمه سي فود. فهي دي المفروض كانت اكله الغلابه، ما اعرفش هل هي لسه اكله الغلابه ولا لا، ولكن هي كانت البقايا. انت ما شايف كده انا باكل بقايا الاكل، بس هنا معموله بشكل او دلوقتي بتتعمل بشكل. المسلمين كانوا موجودين في اسبانيا لفترات طويله جدا، ففي كلمات كتير في الاسبانيه بالعربي علشان ساعتها كان العربي دخل وانتشر. فيعني ما ان دي احنا بنقول ان اصلها كلمه البقايا، فعلى الاغلب دي اكله عربيه. زي ما وصفنا المقلوبه انها مقلوبه، وصفنا البقية انها بقيه. ممكن بقى ايه نديها شويه ليمون. بالليمون حاجه تانية. حاجه من الحلويات المشهوره هنا اسمها كريمه كاتالان، هي شبه الكريم بروليه، ولكن لما قلت للراجل كريم بروليه يعني حس بالاهانه، قال لي لا 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 دي مش كريم بروليه، دي احلى بكتير، دي حاجه تانية. فهنجرب الكريمه كاتالانا وجايبين معاها كورتادو، يعني هو دي اغرب كوبايه قهوه شفتها في حياتي ولكن فيها كورتادو. الطبق اللي فوق بتتكسر كريمه كاتالان. نعم بعد عارف عجبك ولا لا؟ لا حلو جدا، بس انا مش عارف اوصفها يعني، بس هي قريبه من كريم بروليه، بس تيست فيها عالي، يعني التيست بتاعها عالي قوي وتقيله، وتدخل عليه بالقهوه. دي في أربعة كانوا قاعدين جنبنا طلبوها كلهم مع بعض، فالأخ عامل دايت وأنا عامل دايت برضه، بس هو بيتوقف أول ما عدي على مطار القاهرة يتوقف الدايت. كريمة كاتالان. كده خلصنا الأكلات اللي موجودة هنا في جويلتا باس، وهنتحرك عشان نجرب واحدة من أشهر الحاجات الحلوة اللي ممكن تاكلها في أسبانيا، وهي التشوروس، اللي هو شبه بلح الشام شوية ولكن بيتعمل بطريقة مختلفة وبيتاكل بطريقة مختلفة. طبعاً إحنا جينا بدري شوية فالمكان كان فاضي، ولكن دلوقتي في ويتنج ليست بره، يعني في ناس واقفه بره مستنيه دول. احنا دلوقتي طلعنا في لاس رامبلس، اللي هو بقى اشهر شارع او الشارع المشهور اسمه رامبلس، وحوالينا يمين وشمال اماكن الاكل زي كده الحاجات دي، وهنا الحاجات دي، ولكن الحاجات دي اغلبها سيئه جدا، لانه في المنظر جميل، الديكور جميل انك تقعد في الرامبلس، ولكن لما تاكل بايه يعطوها لك في 5 دقائق. سريعه صح، ولكن هي مجمده من السوبر ماركت او بيتزا من السوبر ماركت، كل شيء مجمد. نعم، فدي بيعتبروها تورست تراب من الاخر، ان انت ايه يعني حاجه معموله للسياح كده، غاليه ومش حلوه اصلا، ولكن الشارع نفسه جميل، وهو كده كده الناس كلها لازم تيجي فيه ولازم تخرج فيه. ده واحد من الشوارع الكاتالونيه، تلاقي الشارع ضيق كده وجميل، سمع صوت الاجراز، وفي جنبينا واحد بتاع تشرس، ممكن ما يكونش اشهر واحد ولكن تقليدي. تشرس شبه بلح الشام شويه، ولكن بتيجي رفيعه وطويله وتكون كريسبي اكتر من قرمشه، و نيجي معاها كده كوب من الشوكولاته تغمسها في الشوكولاته وتاكلها. مكان تقليدي ومعمول دورين، هو السقف بتاعه عالي، عاملين دور فوق كده من الخشب، واعداد بسيطه وتشرس كده، حاجه قمه في اللذاذه والشياكه والاناقه. اوه والله عليك سرعه في الاداء، الاكل نزل في ثواني. ده مش هوت شوكليت، ده الشوكولاته نفسها ولكن سايحه، تجيب التشوروساي وتنزل بيه. مش زي النوتيلا مثلا كده، لا تحسها مخففه شويه، بس اكله جميله، سناك جميل شبه حلوه الحصان. واو التشورس احلى ولا بلح الشام؟ هقول لك بلح الشام. الشوكولاته ما حبيتهاش، ممكن اكل تشورس واحد.
هو اصلا ممكن يتاكل لوحده بيبقى عليه السكر. السكر عليه سكر فممكن تاكله لوحده عادي جدا. والسكر بالاسباني هو السكر والله نفس الشيء عشان اشتريتها هاكلها غلبان. ما حجرب في خاطر والله يا المتابعين تاعك اخر شيء اجرب الراجل تعب معنا بسم الله ما شاء الله. اخر مره عندنا شويه عندنا اوه كثير يا ولد بسم الله. شوكولاته بعد شهرين بدون حلو. خش خش علي بعد المجهود ده تستحق ان انت تدلع. شوكولاته فيها ميه تيست غريب. لا شوكولاته مخففه مخففه كده ما عجبتنيش. ايوه بس اعتقد هي بتعمل كده. المهم اعتقد ان احنا كده وصلنا لنهايه هذا الفيديو. عملنا جوله كتالونيه بامتياز واحب اشكر طبعا بالقاسم اللي ما يعرفش بالقاسم عنده قناه اسمها كاسو است هو وزوجته استر من اقوى قنوات السفر في الوطن العربي والعالم. الله عليك. تابعوه هحط لكم اللينك بتاعه تحت ولو هتتابعوه يبقى لازم تتابعوني انا كمان فاعملوا لايك وكومنت واشتركوا في القناه ونراكم في فيديو اخر لان احنا السفريه اللي جايه اجمد من دي بكتير حاجه محدش عملها ولا حتى بالقاسم. هي عشان سخنه كل ما احطها في الشوكولاته اندم اقول انا كلها كده احلى. بعد المجهود اللي انت عملته بوظت كل حاجه يعني. راح انزل علي هدي. احنا قلنا ايه بقى يعني بقينا عاملين فيديو خاص للاكل الشعبي فندلع نفسنا النهارده. ايوه دلع نفسك يا بالقصر دلع دلع وتدلع. انت هنحرقها هتسويها هنا ولا ايه؟ لا انا او هنا هيقعد ياكل وهو بيسوي. نعم نعم شعر نعم. ايوه ده دهنه دي دهنه. استنى المور ده والدان اعمل دهنه تاني معلش. وانزل بالملح. الله 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 الله. احنا هنا في مكان اسمه ستيك هاوس برشلونه بناكل ستيك حاجه كده يعني فخمه الصراحه. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام والله. عندك قايد عملاق جاب لك عند المصريين وتاكل في اكل مع اخوتك المصريين وانت تستمتع. الله ده مصري ولد بلادي ها. الشيف مصري هذا هو. انا ايش هذا؟ اعطيتني انت عامل قايد. انا اعطيتني اعطيتني 5 جرام وهو مصري. انت قعدت تفتح الصور ساعه وفي الاخر اخترت غلط. لا لانه الشيف مصري وهذا مصري وانا الجزائري بالوسط. الحمد لله زي الفل. شوف لي انا شوف يا ابني ده الناس اللي بتفهم ده التيست لكن ده تيست وطعم وحجم وكل حاجه. لو احنا مش عاجبنا التسويه وعايزين نزودها نزود. اوه ودي المفروض ميديوم ويل بس هي يعني ميديوم ويل شيك شويه نعملها كده. اوكي انت يعني جرب التسويه. انا ما جربتهاش اصلا بس انا قلت اجرب الجريل الاول تقريبا. المفروض ما اقلبهاش دلوقتي. استنى لما استنى عليها شويه صح ولا ايه؟ ها؟ يبقى على حسب ايه ده دي سخنة قوي دي اتعملت في ثانية. المفروض ما احطهاش كتير. في ايطاليا بنقول بيرفيتو في اسبانيا بيقول بيرفيكتو. الله الله.